خلونا نشوف رد فعل الناس في الشارع عن هذه المجزرة، هسميها هذه المجزرة، ونخرج فاصل ونرجع تاني. ما ينفعش ننسب ان المسلمين عملوا كده او المسيحيين عملوا كده، لان طبعا دي افعال اصلا اللي عملها يعني اكيد واحد ما عندوش مبادئ، واللي ما عندوش مبادئ يعني الشخصيات والميول والافعال ما ينفعش نسيبها لاي ديانه. حته ان لا دي حاجه موجهه لينا كمسيحيين، الكنيسه واحنا من زمان مستهدفين والكلام ده كله، مش بحب احس باحساس الاضطهاد ده قوي، لان انا ليا الناس اللي انا اعرفهم، انا معظم صحابي ومعظم اكتر الناس اللي بتعامل معاهم المسلمين. لكن حد بيعمل حادثه ايا كان، هو بيتكلم باسم الاسلام او بيقول انا مسلم، ده مش معناه ان هو ده كلام الاسلام الحقيقي، خصوصا حصلت في المولد النبوي. يعني فين الناس المسؤول عن الامن هناك من داخله الكنيسه لغايه جوه؟ النيوان دول احنا في ارهاب جامد، عايزين حل من الحكومه المصريه، حل من الشعب، حل من الوزراء. احنا بنحارب عدو برضه يعني قدر على اجهزه مخابرات جامده، يعني بنتكلم في بلجيكا، تمام، مش بنتكلم بقى في مثلا في كنيسه، بنتكلم في مطار دولي اكبر حته فيه كانت قد ايه؟ اتفرتك، تمام؟ بنتكلم عن الحادثه اللي حصلت في فرنسا، كان رئيس فرنسا جنبهم ما فيش كام كيلو واتعمل التفجير. امريكا نفسها سمعنا من كام شهر ان في واحد دخل قدر يخش البيت الابيض ويضرب نار جوه البيت الابيض. فانت بتتكلم عن تنظيم دلوقتي، ما عادش الارهاب زي بتاع التسعينات اللي كان موجود في مصر. المفروض ان احنا يعني ما نتهزش باللي حصل ده، ولا حد يزعل من حد، ان كان مسيحي او مسلم، ونفضل زي بعض، لان هم كده عايزين يفرقوا بينا في البلد. نقضي على الارهاب بمزيد من الحريات، ويجب اتاحه حريه التعبير والرد على هذه الافكار الهدامه. الازهر يشوف دوره، مش انه يقفل المساجد وان يحدد وقت للصلاه والكلام ده كله، انه يشوف دوره من خلال برامج توعيه للشباب، من خلال التلفزيون، من خلال الجوامع. دي بنعتبرها قضيه امن قومي. يعني اللي حصل امبارح ده زعزعه لاقتصاد بلد، وزعزعه لاستقرار البلد، وتهديد امن البلد، فاحنا بنرفض كل اللي حصل امبارح.